سلام البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله راح ندير معاكم العرايش، راح نديرهم بالتفصيل يعني للمبتدئات وماشي المبتدئات، مام اللي مورفين يخدموهم. راح نمد لكم كامل النصائح والاسرار باش يجوكم هايلين، يعني يبقاو محافظين على الشكل تاعهم، الحجب كيفاش يبقى طري من الداخل ومعسل، يعني كامل النصائح راح نمدهم اليوم. نبداو بسم الله في تحضير العجينه. هنا البنات درت كيلو فارينه، درت معاها قرصه ملح ومغرف كبيره لافاني. الفارينه راكم شفتوا النوعيه اللي استعملتها، من الاحسن تستعملوا نوعيه مليحه تاع فارينه. انا مقبل كنت نستعمل نوعيه رخيصه، ما كانتش يعني تجيني نفس النتيجه كيما راني نستعمل الفارينه هذه. المهم درت كيلو فارينه، راح ندير معاها 500 غرام مارغرين. هذه العلبه فيها 250، على بها استعملت زوج علب. المهم في الكيلو فارينه ديروا 500 غرام مارغرين، وديروها طريه البنات، ما ديروهاش ذايبه. راكم تشوفوا انا راني نستعمل فيها طريه. نضيف كامل الكميه، وبالكيلات يعني تقدروا ديروا 3 كيلات فارينه بكيلة تاع مارغرين. هذه هي. من بعد نحكوا مليح المارغرين مع الفارينه حتى يتجانسوا كامل هكذا البنات. من بعد نلمو بالخليط تاع السوائل. انا دائما يعني نخلط بالمزهر والحليب، قلت لكم الحليب يمد لنا بنه ويمد لنا لون للحلوه تاعنا. ولقيت يعني تساؤلات كما درت الكعكات، لقيت تساؤلات على الحليب يعني على المده الحفظ تاع الحلوه هذه. يعني ما تخافوش البنات، انا مجربتها ومخليتها حتى 15 يوم وما يصرى لها والو، يعني الحلوه تبقى على حالها. المهم راني نحك فيها كامل حتى نصيبها باللي جانست لي، ونبدا نلم فيها بالخليط تاع الماء المزهر والحليب. الكيلة يعني درت كيلة غير ربع كما راكم تشوفوا، ونبدا نضيف فيها غير بالعقل حتى تلم لي العجينه. العجينه قلت لكم كيفاش تعرفوا باللي راهي مليحه، كي ديروا حربوش من العجين هذاك وتلويوه، هذاك الحربوش ما لازمش يتشقق، يعني يبقى هكذاك عجين، تعرفوا باللي خلاص العجينه تاعكم راكم مديتوا لها الماء اللي تحتاجوا. يعني ما لازمش العجينه تاعكم يعني يبقى خاصها الماء، هكاك راح تغبنكم في الخدمه، يعني تجيكم شقه الحلوه تاعكم. هاي لك البنات. بالميزان يعني تحتاجوا حوالي 250، نقولوا 250 غرام. المهم يعني انتم دائما ديروا هذه الاسوس تاع العجينه كي تلويوها، ما لازمش تتشقق. هذا ما كان العجينه تاعي، راح نوزنها كامل 37 غرام، ونحطهم بجهه اكيد نغلفوها بكيس بلاستيكي ونخلوها بجهه تريح. في هذاك الوقت نروحوا نحضروا الحشو. انا اليوم راح نديروا باللوز. اللوز كما راكم تشوفوا درت 3 كيلات لوز. الكيلات هذوك يعني دولي كيلو، كيلو لوز. انا راح ندير يعني قيس 100 حبه، يعني كيلو لوز راح يدلكم 100 حبه. درت 3 كيلات لوز مع كيلة ناقصه اصبع سكر عادي. اللوز كما راكم تشوفوا ما لازمش يكون مرحي خشين، لازم يكون مرحي رقيق باش يجيكم الحشو بنين الداخل، ما يجيش هكذا خشين وما يجيش هايل كي يجي خشين، لازم يكون رقيق شويه. درت معاه كما شفتوني كيلة غير ربع سكر عادي، خلطهم. من بعد نديرو لافاني ونديرو سمن. قلت لكم في 500 غرام لوز نديرو مغرف نتاع السمن. هنا في الكيلو في الكيلو تاع اللوز عفوا، راح ندير زوج مغارف تاع السمن. السمن يعني اكيد راح يمدلو طراوه، الحشو تاعنا راح يبقى الداخل طري ويجيكم معسل الداخل. لافاني كما شفتوني درت ملعقه كبيره مملوءه مليح. من بعد نخلط مليح كلش مع بعض. هنا نسيت مبشور الليمون، المهم من بعد راح نزيد نضيفو كي نتفكروا نضيفو. ونبداو نديرو المزهر. المزهر نضيفوه تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه، ما تكونش ناشفه البنات، يعني لازم تكون طريه. دوك تشوفوا كيفاش تكون القوام تاعها. من بعد نوزنهم، نوزنهم كامل 15 غرام، وثاني كيف كيف يعني كي نوزنهم هذوما نوزنهم دوائر، يعني نديرهم دوائرات ونحتفظ بهم ونغلفهم بكيس بلاستيكي، يعني كل حاجه غلفوها باش تبقى على حالها ما تنشف لكمش. شوفوا كيفاش راني نعجن، يعني نضيف المزهر غير بالعقل ونعجن ونشوف. هكذا البنات لازم يتعجن الخليط هذايا باش يجينا الداخل معسل. هنا راح نضيف مبشور الليمون. شوفوا المبشور الليمون انا نحتفظ به هكذايا، يعني نحصل الحبه تاع الليمون ونخلي الحبه هذيك اللي بقات لي بالقشر تاعها نحتفظ بها. يعني هذه النتيجه عجبتني خير من اللي ندير مبشور ليمون ونحتفظ بها هكذاك، هكذا خير يجيكم كشغل راكم ترابيو في القارص تكون يعني جديده.
المهم البنات دوكا قلت لكم نوزنهم كامل ونبدا في التشكيل. بالنسبه للعجينه البنات مش حتقطع لي 50 حبه على خاطر وزناها 37 غرام، راح يعني تقطع لي اقل من 50 حبه هكذا باش يكون على بالكم فقط. دوكا نبداو في التشكيل. العجينه خليناها يعني ريحت على الاقل نصف ساعه ونبدا في التشكيل. هنا ديجا راني بديت، دوك نبدا معاكم. نحكم العجينه تاعي بعد ما ريحت، نحلوها يعني غير باليد، ما كلها ديروها بالحلال. هاي ليك العجينة، نحلوها هكذا يا فقط. من بعد ناخذو الحشو نتاعنا، الحشو يكون دائري، من بعد نشكلوه بهذه الطريقة هكذا البنات، ونحطوه فوق العجينة. من بعد نبداو نلمو العجينة على الحشو هكذا، لازم تضغطو مليح وتقرصو بهذه الطريقة هكذا، سورتو في الوسط باش ما يبقاش هذاك الفراغ وكي يطيب يعني يخرج الحشو، ما لازمش كامل تخليو هذوك الفراغات. من بعد نعاودو نطويوها بهذا الشكل هكا باش نضمنو باللي غلقناها مليح. من بعد نبداو نشكلو في الحبه تاع العرايش، نشكلوها غير شويه فقط هكذا برك، ونحطوها بجيه. انا نشكل يعني كي نكون نخدم يدي خفيفة وكامل، نشكل حوالي 10 حبات، من بعد نعاود نولي ليهم، نصيبهم ارتاحوا ونولي للأولى، الحبة الأولى اللي درتها كامل، ونكمل التشكيل تاع الحبة تاع العرايش. يعني الخدمة كيفاش تكون، نشكل هكذايا ونخليهم، من بعد نعاود نولي للحبة الأولى. نتوما يعني من الأحسن المبتدئة ولا اخدموا 5 حبات فقط، ومن بعد عاودوا وليوا للحبة الأولى. راح نعاود معاكم حبه واحده اخرى بنفس الطريقه. حطيت الحشو تاعي، قرصتهم بهذه الطريقه، من بعد نطويهم. المهم تتاكدوا باللي الحشو ماهوش يبان، يعني غطيتو كلش وقرصتو مليح هكذا. من بعد نشكلهم غير شويه فقط وحطوهم حتى تكملوا 5 حبات، ولا الا كانت يدكم خفيفه تقدروا ديروا 10 حبات وتعاودوا تولوا للحبه الاولى. دوك نكمل معاكم البنات. المهم نعاود لكم العجينه واش درنا فيها. درنا فيها كيلو فارينه نوعيه مليحه، 500 غرام مارغارين. البنات بالنسبه للمارغارين نسيت باش نهضر لكم، على استعملنا مارغارين وما استعملناش السمن؟ على بالي الحلويات التقليديه بالسمن تجيب الطباع، يعني تجي بنينه وتجي هايله، لكن في العرايش بالذات ما نقدرش ندير السمن. في الاول كنت ندير السمن، لكن حبه تطيح لي، يعني تجي هابطه ولا تنتفخ، ولا على بها بدلنا السمن بالمارغارين. المارغارين ماشي حتخلي الحبه تاعنا تطيح، يعني يبقى محافظ على الشكل تاعو. مام هذه المارغارين تجي هايله، يعني تجي الريحه تاعها بزاف هايله، الحلوه تاعكم كي طيب. هذه هي البنات علاه ما استعملناش السمن. يعني كما شفتوني في الفيديو اللي فات خدمت معاكم الكعكه درتهم بالسمن، لكن العرايش ما ننصحكمش ديروهم بالسمن، من الاحسن استعملوا هذه النوعيه تاع المارغارين ونضيفوا يعني 500 سواسوا، نديروا كيلو فارينه ب 500 غرام مارغارين. الكعكه لا درناهم كيلو فارينه ب 500 غرام السمن وزدنا مغرف السمن على خاطر راح يطيبوا في المول. قلت لكم ما تخافوهمش كي طيبوهم في المول، راح يبقى الشكل تاعهم محافظ على الشكل تاعو. يعني العرايش لا راكم شفتوا الفرق بيناتهم. الان راح نكمل تشكيل تاع العرايش. رحت للحبه الاولى كامل اللي درتها ونبدا نكمل نقرص في هذوك الاشكال تاع العرايش. راكم تشوفوا نبدا من الوسط ونروح نمشي العجينه تاعي ونمشي الحشو تاعي هاكا البنات. راكم تشوفوا يعني بزوج صبيحتين ونطولوا القرن هذاك تاع العرايش هاكا، حتى تشوفوها باللي خلاص راهي طوالت. راكم تشوفوا البنات يعني انا دوك نقلب العجينه تاعي خلاص، يعني الجهه الفوقانيه تاع الحبه تاع العرايش هذه راهي رقيقه، مام في الوسط لازم تكون يعني ما تكونش سمينه بزاف، لازم تكون هكذا كما راكم تشوفوا هاكا البنات، راهو الشكل واضح. الان نقلب العجينه تاعي ونكمل نقرص بنفس الطريقه، لكن هذه المره نحاول نمس غير من الفوق، من تحت راهي ديجا رقيقه كنا رققناها في الاول. دوكا كي قلبنا الحبه تاع العرايش نكملوا غير من الفوق فقط
هكذا ونزيدو نمشو العجينه تاعنا. وشوفوا الاصبع تاعي وين راه مع التالي، يعني باش ما تجيكمش الطرف تاع العرايش هذاك ما يجيش هابط بزاف، لازم يجي واقف كيما يعني كامل كيف كيف. شوفوا راني حطاته هكذا باش يجينا واقف ما يجيش هابط. المهم دوكا نكملوا، يعني الفيديو راهو واضح، كل شيء راهو واضح. نكمل نطول هكذا البنات، بعد ما تاكدوا باللي خلاص الحشو تاعكم مشى والعجينه راهي طوالت سي بون. الان نبدا ندور في العرايش، يعني التدوار هو اخر مرحله. هاي ليك هنايا، شوفوا لازم تكون حبه تاع العرايش هكا في الاخر كامل، دوروها هاي لك. يعني كي يكونوا هذوك القرون تاع العرايش يكونوا طوال، الحبه تجيكم مسقمه، تجيكم هايله. هاي لك راني دورتها. نسقموها مليح، مام كي ترفدوها وتحطوها في الصينيه يعني تعاودوا تزيدوا تسقموها، يعني الصح كامل كي تحطوها في الصينيه، على خاطر كي ترفدوها راح تتخسر. على بها كي تحطوها في الصينيه عاودوا سقموهم كامل الحبات تاعكم. هنا اكيد راح نثقبوا العرايش تاعنا، وانا نوري لكم وين تقدروا تثقبوهم كامل. راكم شفتوا يعني وين ثقبتهم بالعود الخشبي هذاك. كي نفدو الحبه نعاودو نسقموها ونحطوها في الصينيه. هاي لك البنات، شوفوا كيفاش تجي، لازم الشكل تاعها يجي هكذا، يجي رقيق يعني باش يجيكم الحبه متحوفه. راح نعاود معاكم حبه وحده اخرى، وفي نفس الوقت راح نقول لكم كيفاش يطيبوا العرايش تاعكم. اكيد العرايش يعني كي تشكلوهم كامل تكملوهم ماش حطيبوهم في نفس اليوم، ماشي كيما الكعكعات. كعكعات كي طيبونا في المول نطيبوهم في نفس اليوم، لكن العرايش لا نشكلوهم نحطوهم في صينيه ونخلوهم يباتوا ليله كامله، يعني من الاحسن ليله كامله. وغدوة من ذاك نروحو نطيبوهم. اول حاجة نسخن الفرن تاعي، من بعد ما نسخنو يعني حوالي ربع ساعة هكذاك، نقص الفرن لدرجة 180 درجة حتى 200 درجة، يعني كل وحدة تعرف الفرن تاعها. الا كان قوي بزاف ديروه 180، الا كان ماشي قوي بزاف ديروه 200 درجة. وطيبوهم من تحت، يعني حطوهم في الرف الوسطاني طيبوهم من تحت. كي تشوفوهم بداو يعني يصفاروا ويبداو يحمروا شويه فقط، طفيو لهم من تحت وشعلوا لهم يكملوا طياب تاعهم من الفوق كيف كيف، يعني خلوهم يحمروا شويه وطفيو لهم. هذا ما كان بالنسبه لمده الطياب. البنات العرايش ما يفوتوش 25 دقيقه في الطياب، يعني هذا هو السر تاعهم. انا دائما نقول يعني الصح كامل في الطياب، ديروا الوصفه وتبعوا كامل النصائح، لكن من بعد كي تروحوا طيبوهم مثلا تخلوهم يطولوا بزاف، تخلوهم اكثر من نص ساعه ولا. البنات كي تطولوا لهم في الطياب الحشو راح يجيكم يابس، يعني بنات بزاف يقولوا لي وشنو هو السر باش يجيكم الحشو طري، انا علاش يجيني الحشو يابس؟ يعني هذا هو السبه راهي في الطياب البنات، كي تخلوها يطول بزاف في الطياب، تنقصوا للفرن وتخلوا هذاك الحشو راهو يبس، هو راهو ينشف ويبس لكم. الطياب قلت لكم ما يفوتش 25 دقيقه، المهم من 20 ل 25 دقيقه العرايش تاعكم يكونوا طايبين. هذا هو يعني باش ديروا حسابكم برك، قلت لكم المده ما تفوتش 25 دقيقه، الدرجه 180 درجه، هكذا يطيبوكم العرايش تاعكم يجوكم هايلين. تبعوا فقط البنات يعني كامل الخطوات باش تنجحوا في الوصفه هذه ويجوكم هايلين. هذه هي طريقه تاع الطياب تاعو، وانا نطيب في كويزينيا عاديه، يعني اللي تشعل من تحت ومن بعد نشعلها من الفوق. هذه هي البنات. بالنسبه للكميه قلت لكم ما تقطع لكمش 50 حبه، تقطع لكم حوالي 48 حبه. هاي ليك، شوفوا الحبة تاع العرايش كيفاش تكون، نشكلهم كامل. هام ليك هنايا بديت في التشكيل، دوك تشوفوا الشكل تاعهم كامل كي نكملهم. وغدوة من ذاك باش نروح نطيبهم بالطريقة اللي قلت لكم عليها، يعني قلت لكم الطياب هو الصح البنات.
راكم شفتوا معايا في الانستغرام يعني بزاف نقسم معاهم الحبه تاع الحلوه ويشوفوا النتيجه كيفاش تجي من الداخل معسله تبان باللي طريه ومعسله. في اليوتيوب صح ننسى بزاف باش نقسم لكم حبه، لكن في الانستغرام دائما نوري لهم. بالمناسبه البنات مرحبا بكم كامل في الصفحه نتاعي تاع الانستغرام، هي نفس الاسم تاع القناه مطبخ الاصيل، مرحبا بكم كامل. هنا راني نوريكم في الحشو، يعني كنت وزنته كامل 15 غرام، وهاو ليك العرايش تاوعي راني شكلتهم كامل. اكيد يعني يدوكم الوقت ماشي كما الكعكعات في التشكيل وتبقاو تتحفوا في الحبه وكامل، يعني راح تدي لكم بزاف وقت. ها ليك الكميه كامل اللي عندي، انا في طلبيه هذه عندي 100 حبه. شكلت ايضا ولا وجدت ايضا هذا التزيين راح نديره فوق الحبه تاع الكفته، يعني في الطلبيه عندي عرايش عندي 100 حبه كفته وعندي 100 حبه محنشه اللي راح نديرها معكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. والتزيين اللي راح نحطه فوق العرايش هذا هو يعني الورود راني نخدم فيهم بشويه. مليك هذا واش راني مجده لحد الان، وايضا راني موجده الجينواز اللي نديرها في الحشو تاع الكفته. راني موجده زوج جينواز تاع 10 حبات بيض للجينواز الوحده باش ندير يعني 100 حبه تاع كفته. هذه هي البنات واش راني محضره لحد الان. قلت لكم حتى الغلوه ان شاء الله باش نروح نطيب العرايش. وهنا البنات بعد ما طيبت العرايش تاوعي بالطريقه اللي قلت لكم عليها، شوفوا كيفاش يجوا الشكل تاعهم، يعني ما يجوش سمان كيما نشوف بعض يعني الحلوه تجي الحلو العرايش يجوا سمان بزاف الشكل تاعهم يجيش مليح. مام يعني كي تخسروكم البنات كي تكونوا طيبوا فيهم تقدروا تعاودوا يعني تسقموهم في الصينيه كي يكونوا يطيبوا ماشي مشكل، تعاودوا برك تسقموهم وتخلوهم يكملوا الطياب تاعهم. هذا ما كان البنات نطيبهم. هنا طيبتهم مع الصباح ومع الحشيه طليتهم. هنا فقط حبيت نوريكم واش يعني كان خاصني شويه قضيان، رحت قضيته، شريت اللوز شريت الجوز شريت الحسيله. هنا كانت تدير ستينه في البيدو، يعني الفيديو هذا كان يعني شويه قديم، يعني كان في اكتوبر في البدايه تاع اكتوبر خدمت هذه الطلبيه برك باش يكون على بالكم. شريت ايضا السكر الناعم البنات اللي نستعمل في هذه النوعيه راهي عجبتني بزاف خصوصا في الطليه، تجي هايله بلا ما نصفيها بلا والو تجي بزاف هايله. راكم تشوفوا النوعيه اللي نستعملها، على بالي يعني كاين بزاف بنات يحبوا يسقسيوا على النوعيه اللي نخدم بها، على بيها نبغي نوري لكم هكذا باش يعني تكون نفس النتيجه اللي تحصل عليها انايا. هاي ليك شريت الكميه اللي خاصتني تاع السكر الناعم، شريت ناكري كان خاصني، شريت الجلوكوز، المهم شريت القضيان اللي كان خاصني. من بعد في ذيك الحشيه رحت خدمت الطليه. بالنسبه للطليه راح ندير على جهه يعني طليه تاع 100 حبه. هنا راح نستعمل في الكاس هذا اللي راكم تشوفوا فيه يرفد حوالي 240 مليلتر. راح ندير عبر تاع حليب عبر زيت عبر مزهر نص عبر تاع عصير الليمون. هذو من المكونات تاع السوائل، نخلطهم كلش مع بعض بالفوي، من بعد نبداو نضيفو في السكر الناعم. السكر الناعم تحتاجو حوالي 5 كيلو لل 100 حبه، وديروا الملون اللي حبيتو، تحبوا تخلوها بيضاء تحبوا ديروا الملون يعني اللي راكم حابينه. انا اليوم راح نديرها اللون الوردي الفاتح، ما نحبش الالوان الغامقه نحب الالوان الفاتحه. من الاحسن البنات يعني تصفيوا الحليب تاعكم وتصفيوا كيف كيف عصير الليمون بالصفايه باش تجيكم يعني كلش مليح. راح نخلط بالفوي ندير الملون. دوك تشوفوا الملون نستعمله، نستعمل الملون تاع الاكياس الصغيره يعني يخرج لكم اللون عادي، يعني يخرج اللون مليح
هاوليك البنات، يعني هذا برك ديروا حسابكم باللي هذا اللون، هذا الملون يعني مالح، الا استعملتوه مثلا في الحلوى تاع الفاكهه ولا، يعني من الاحسن ثم تستعملوا ملونات مليحه، لكن هكا في الطليه كي تستعملوا كميه قليله فقط عادي ما يبانش الذوق هذاك، بالعكس راح يخرج لكم اللون هايل. نبقى نخلط ومن بعد نضيف السكر الناعم حتى نتحصلوا على القوام تاع الطليه يكون مليح، ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش يعني ثقيله باش ما تهبلكمش في الخدمه. نضيفه غير بالعقل. هاي ليك البنات، شوفوا كيفاش راني نخبط فيها بهالطريقه باش كلش يعني يتجانس مع بعض ونشوف القوام المليح. اللون كيما راكم تشوفوا استعملت لون فاتح، يعني اللون الوردي الفاتح، ونبدا نطلي. ودائما يعني انا نطلي حبه ونخليها حوالي 10 دقائق ولا ونشوفها، يعني الى هبطت لي بزاف ولات الحبه يعني شفافه راح نزيد الكميه تاع السكر الناعم، واذا كانت مليحه نكمل الحبيبات بنفس الطريقه، يعني نكمل نطليهم كامل. بالنسبه للتزيين تاع الورود نحطهم كي تكون طليه طريه، يعني نطلي 10 حبات نطليهم، من بعد نروح ندلهم هذوك الورود اللي كنت خدمتهم ونخليهم ينشفوا، من بعد نخلي الطليه تاعي يعني تبات ليله كامله، وغدوه من ذاك باش نروح نكمل التزيين. يعني ديروا في حسابكم العرايش دائما خلوهم يعني لثلاث ايام باش تكونوا منظمين، نهار تشكلوهم تخلوهم يباتوا، نهار طيبوهم على الصباح وفي الليل تطلوهم، وتخلوهم يباتوا لليوم الثالث باش تروحوا تكملوا التزيين، هكا باش تكونوا منظمين. هذا مكان شوفوا كما قلت لكم نخليو الحبه تاعنا نطليو حبه فقط ونشوفوها، الى هبطت لي بزاف الطليه راح نزيد السكر، واذا كانت مليحه نكمل الحبيبات اللي مازالوا هنا. برك البنات حبيت نشارككم يعني الروتين تاعي تاع الصح، حبيت ندخل لكم هكذا وصفات ولا كشغل نخدمه ولا كي تكون عندي طلبيه باش نوري لكم يعني الروتين تاعي الحقيقي. الا حبيتوا هذه الفكره قولوا لي، ولا ما حبيتوش يعني نبقاو في طلبيات ايضا قولوا لي في التعليقات. المهم البنات هنا حبيت نشارككم، قلت لكم هذه الفيديو يعني كان في الدخله تاع اكتوبر، كانت هذا وين بردت الحاله، راح نبدل لهم يعني نحي لهم ليدغا تاعهم وندير لهم ليكوات. هنا كنت حابه يعني ناسبري لهم البناك تاعهم، مي مكفانيش الوقت، يعني على بالكم كانت بقيت لي خدمه لازم نكملها. بالنسبه لليكوات البنات يعني كي غسلتهم العام اللي فات ليكوات، احتفظت بهم في هذوك الاكياس اللي خبوا فيهم الفراش، يعني خبيت فيهم ودرتهم بالاسبيراتور نحيت لهم كامل هذاك الهواء. صح ثم بانوا لي بلي تنحى كامل هذاك الهواء والحجم تاعهم تقلص، لكن من بعد كي جبتهم الصنع لقيت فيهم الهواء هذاك عادي، ما فهمتش لا المشكل في الاكياس هذو اللي شريتهم ولا كامل هكذا. المهم البنات يعني بعد ما خدمت الشغل تاعي هذاك اليوم الثالث، يعني اليوم اللي نفيني العرايش، خدمت شويه شغل بدت لهم لي دغات تاعهم بليكوات، ورحت للعرايش نفيني فيهم نحيت لهم كامل الطليه الزايده، لمحتهم بالملمع وكملتهم بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. هذا هو النتيجه النهائيه تاع العرايش، هذا هو الشكل النهائي، وهذه هي الوصفه اللي نخدم بها العرايش. ان شاء الله تنجحوا في الوصفه كي تجربوها، وبحثوا لي البنات يعني تطبيقات تاعكم في الانستغرام. هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.